جيلت ما يستحقه الرجال. أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي وشركة شرفان طويل وشركاء سي تي سي الممثل الحصري لمنتجات سامسونج إلكترونيكس في لبنان أحدث هواتفها من سلسلة جالاكسي وهما جهازا جالاكسي S7 وجالاكسي S7 Edge في حفل أقيم في وان بيروت، حضره حشد كبير من الإعلاميين وشركاء شركة سامسونج في كل من العراق سوريا والأردن، وتخلل الحفل شرح تفصيلي لخصائص الهاتفين الجديدين إضافة إلى عروض موسيقية ساحرة.